بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معادنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله وأول حلقة من حلقات الفاونديشن. طيب علشان نروح الموقع يا جماعة بمنتهى البساطة رح نسرش على جوجل على فاونديشن فريم ورك أور بإن إحنا نكتب foundation.zorb.com foundation.zorb.com. طبعا الفريم ورك ده تجمع من انتاج شركة زورب ودي واحدة من ضمن الشركات التكنيكالي القوية جدا وليها مجموعة من الانتاجات المختلفة اللي راح نتعرف عليها ان شاء الله بإذن الله كمان شوية. طيب نظره كده على الويب سايت بمنتهى بسرعه شويه. ريسبونسيف ديزاين الفريم ورك ده طبعا ريسبونسيف عندي ثلاث اجزاء. يعني الفريم ورك بتاعنا يا جماعه ممكن يعمل ويب سايتس، ممكن تستخدمه في الايميلز، ممكن تستخدمه في انتاج ابلكيشنز. طبعا الجزئيه اللي احنا راح نوقع فيها يا جماعه هي الخاصه بالسايتس. هنا بيدي لك شويه الفيتشرز اللي هو اللي خاصه بالموقع يا جماعه، ما بين سيمنتيك، ما بين موبايل، ما بين كاستمايزبل، ما بين بروفيشنال تولز، ادوات مختلفه بيتيحها لك البراند، الشركات اللي بتستخدم فريم وركس، شركات كتير زي سيسكو، ديزني، اتش بي، امازون، فورد، سامسونج، ادوبي، موزيلا، شركات كتيره بتستخدم الفريم وركس ده يا جماعه، مش شرط في المواقع الرسميه بتاعتها، ممكن بتكون بتستخدمه في جاليريز، في ادوات مختلفه. بس اكشولي لا، فريم ورك برضه ليه وضعه وليه وزنه في السوق يا جماعه. طيب دايركتلي كده احنا راح نبتدي القصه ب احنا لو عايزين نطلع على شويه معلومات هنروح على اباوت فريم ورك. من اباوت فاونديشن، فاوت فاونديشن نظره سريعه على الاحصائيات. فاونديشن باي ذا نمبرز 30 بروجكت على جيت هاب واخدين 71700 نجمه معمولين بالفريم ورك ده اوبن سورس يا جماعه. 27 مليون ديلي جوجل سيرش بيصرشوا على القصه دي، اسف اقصد افضل 30 موقع اوبن سورس في الفريم ورك ده، 71000 جيت هاب ستارز على الفريم ورك ده، والارقام ديت بتزيد 4500 وكذا فوركس على جيت هاب. المهم دوت شوت ارقام خاصه بيه دايركتلي احنا راح نبتدي القصه ب جيتنج ستارتد. راح نضغط على جيتنج ستارتد واللي فيها راح نختار الديفيجن اللي احنا راح نشتغل عليه، واحنا راح نشتغل يا جماعه على فاونديشن فور سايتس عشان نتعلم ازاي ننتج موقع كامل باستخدام الفريم ورك ده يا جماعه. طبعا امر لا يخلو من جافا سكريبت. راح نضغط على جيتنج ستارتد فاونديشن فور سايتس، هيديني شويه صفحه فيها شويه حاجات جميله كده. اولهم جيتنج سينك، طبعا المعنى معبر واضح، عايز تبتدي القصه من الاول راح يشرح لك المكونات الاساسيه للفريم ورك وازاي تستخدمها. سي اس اس وده المحطه اللي راح نقف عليها، وديت هيدي لك الابيليتي انت تستخدم الفريم ورك ده. الساس ديت مكتبه من مكتبات سي اس اس او فريم ورك قوي جدا، وان شاء الله باذن الله نقف عنده فتره من الزمن. اكسسبيليتي لو انت كنت عايز تخلي الموقع بتاعك اكسسبيليتي بالتولز اللي بيديها لك الفريم ورك دايركتلي على سي اس اس يا جماعه. هيديني الصفحه ديت فيها كومبليت اسينشال كاستم وساس. طبعا احنا بعيد عن ساس، بعيد عن كاستم، بعيد عن اسينشال، احنا هنبتدي على كومبليت. الامور ديت يا جماعه بتحاول تنزل المكتبه اللي فيها الفريم ورك ده يا جماعه. طيب بقيه الصفحه فيها لو انت كنت عايز تعمل كاستمايزنج للفاونديشن، انت يعني انت عايز ايه بالظبط؟ عايز تخلي الجريد 12، مش عايزها 12 براحتك، ممكن تغير فيها الالوان الافتراضيه والوان التحسيرات والكلام ده هنيجي له. المكونات الاساسيه للفريم ورك ما بين جريدز، ما بين جنرال، ما بين كنترولز، ما بين نافيجيشن، ما بين كونترينز، ما بين ميديا، ما بين بلجنز، وده اللي راح نوقف عليه فتره من الزمن. طبعا انت ممكن حضرتك تشيك وران تشيك على اي كومبوننت من دول الحاجات اللي مش عايزها وتبتدي تعمل داونلود، بدل طبعا المساله بجد بدل ما انت تضغط وتنزل كل حاجه، وفي حين انت في اجزاء من الكود مش محتاجها، ممكن تعمل سبيشال كاستمايزيشن للي انت عايزه في فاونديشن وتفصل الموقع بالمقاس بالظبط. اكيد قبل ما انت تصمم الموقع بتبقى عارف بالظبط انت هتحط فيه ايه، اقصد مثلا هيكون فيه سلايدر، هتحط فيه، هتستخدم الجريد، هتستخدم فيه بوتونز، هتستخدم فيه القصص ديت يا جماعه. تمام اوكي، انا هقول له داونلود ايفري ثينج. بمجرد ما اني اضغط على داونلود ايفري ثينج هيروح يربطني بالداونلودر بتاعي وابتدي اعمل سيف. نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه، وعلشان نحاول نفصل هو ايه اللي احنا نزلناه ده بالظبط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.